حاضرين معكم معنا في الايديك السنه دي، وبقالنا من اكثر من 7 سنين بنحضر او بارتيسيبيتين في الايديك، لانه اكبر كونغرس موجود في المنطقه العربيه، وبنحاول كل سنه نجيب اخر تكنولوجي اللي بتتعمل في اوروبا او امريكا. السنه دي المعرض فيه اكزيبيتورز كتير، وحتى المشاركين الدكتورز والليكتشرز المستوى كان عالي جدا. بحس انه السنه دي انه ذا بيست وان، ان ايفن الناس الزائرين اللي بيجوا لنا على البوت اللي كانوا في اخر معارض في تركيا او معارض في فرنسا، بيقول لك المنافسه منافسه ايدك بقت على مستوى عالمي.